يوم الأحد كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها عن الأموال العراقية المهربة بعد سقوط صدام حسين أن ما بين مليار و200 مليون دولار ومليار و600 مليون دولار من هذه الأموال مخبأة في مخبأ محصن في منطقة ريفية لبنانية. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ستيوارت بوين الذي كان المفتش العام لبرنامج إعادة إعمار العراق أن لبنانيا في فريقه يدعى وائل الزين قد أبلغه في العام 2010 أن معلومات وصلته في هذا الإطار عن الأموال ومخبئها، وأنه بالإضافة للأموال النقدية هناك سبائك ذهبية تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار. وكشف ستيوارت بوين أن اثنين من المحققين لديه توجها إلى لبنان في العام 2010، ولكنهما لم يستطيعا الذهاب إلى حيث المخبأ لأن في الأمر خطورة، وأنهما قابلا وقتها مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي أبدى في البداية رغبة في التعاون، إلا أنه لاحقا بدل رأيه كما ورد في تحقيق الصحيفة الأمريكية. المدعي العام السابق سعيد ميرزا يتذكر جيدا هذه الواقعة في العام 2010، وتشير مصادر قضائية تابعت هذا الموضوع إلى أن شخصين أمريكيين حضرا بالفعل إلى مكتب الرئيس ميرزا وأطلعاه على المعلومات المتوفرة لديهما عن هذه الأموال، وقد حددا المخبأ في إحدى القرى البقاعية التي تصر المصادر على إبقاء اسمها طي الكتمان، وطلبا من القضاء اللبناني التحرك لمساعدتهما في هذا الموضوع، إلا أن الرئيس ميرزا وبحسب هذه المصادر سألهما ما إذا كانا مكلفين من قبل جهات رسمية أمريكية أو عراقية بالتحرك تجاه هذا الموضوع، فنفيا الأمر. وقد أجرت النيابة العامة التمييزية وقتها اتصالا بالسفارة العراقية فنفت معرفتها بالشخصين وبأن تكون قد كلفتهما بأي مهمة. وعلى هذا الأساس أبلغهما الرئيس ميرزا أن القضاء اللبناني لا يمكن أن يتحرك في هذا الإطار إلا بوجود استنابة دولية أو بطلب مباشر من السلطات الأمريكية والعراقية. وتقول المصادر إنه عند هذا الحد توقفت مهمة الشخصين الأمريكيين وغادرا لبنان، ومن حينها حتى اليوم ما من أحد يعلم ما إذا كانت هذه الأموال موجودة بالفعل وبحوزة من.